أهلا وسهلا بكم في قناة غسة شيف لطيفة. أهلا بكم أحبائي. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة للمجة أو للفطور أو نستقبلوا بها الضيوف تاعنا، رائعة في المنظر تاعها والمذاق تاعها، وهي وصفة الحرشة السائلة في المقلاة، سهلة وبسيطة وفي المتناول. فإذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم. هذه هي الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا إلينا في القناة، ولكنتم من الأوفياء القناة تنجدد ترحاب بكم. وإلا عجبتكم الوصفة وعجبكم محتوى القناة، ما تبخلوش على القناة بالبرتاج ووضع تعليقات واللايكات. واللي تهتم بوصفات الروبو ثيرموميكس يدخل صندوق الوصف يشوف رابط قناة غسات لطيفة ثيرموميكس، فهي قناة غنية بالوصفات. ندوزو نكتشفوا المقادير وطريقة التحضير لهاد الوصفة. بحشنا بحول الله بيضة بحرارة المطبخ، نتأكدوا من الطراوة تاعها، نديروها في البول تاع الخلاط. حشنا القبيصة تاع الملحة، دائما تنزيدوها مع البيض. القياس غادي ناخدوه بكاس تاع العنبة. حشنا نص كاس تاع العنبة السكر، نص كاس. بحشنا العلبة تاع الياغورت طبيعي، بحشنا الجوج باكيات تاع سكر الفاني أي 15 غرام، بحشنا ربع كاس تاع زيت المائدة بنفس الكاس، وبنفس الكاس غادي نعبرو نص كاس تاع الحليب. نخلطو هاد المقادير مزيان. بعد ما تيتخلطو لنا المقادير مزيان تنزيدو بكاس اللي عبرنا به السميد الرقيق، السميد الرقيق من القمح الصلب اي نوع راه موجود في الاسواق. تنعبرو جوج الكيسان، الكاس الاول والكاس الثاني. بحشنا الكوك، تيجي بهاد الحرشة مذاق رائع. غادي نعبرو معلقة كبيرة، وبحشنا واحد خمارة من فئة 8 غرام، نسدو ونخلطو مزيان. بعد ما تتخلط لنا الخليط مزيان تيكون هذا هو القوام تاعو، ناخذ به جانبا، ناخذ واحد المقله من الاحسن تكون مثل السقش، وندهنوها بالزبده مزيان او بالمانغارين، رشوها بسميدة ونحيدو الفائض. نجيو نكبو الخليط تاعنا، نمددو
الخليط بهذه الطريقه. نضربوا شويه المقلاه مع طاوله العمال باش يتسطح لنا الخليط ويتساوى، ونغطيوه بهذه الطريقه. عاد ندوزو نديروه على نار مهيله، والحرشه فوق عين النار دائما تكون مهيله. نحركوها مره مره بحال هكدا باش توصل الحراره لجميع الاماكن. دائما تنطيبوا الحرشه على نار مهيله. ربع ساعه دازت، تيبقى التوقيت حسب العين تاع النار. الفوق هاي نشفات، تنحط على يدي. شوفوا البنات، نحركها تتحرك، طلع عليها غير شويه من التحت، بانت لي تحمرات. غادي ناخذ هاد المول البنات، فيه هاد لو فون تاعو، ولا ما كانش عندكم استعملوا تبصيل. غادي نحطو بحال هكا البنات، ونجي نقلبها عليه كذا البنات. نجي نحطها، نجي ننزلها بهذه الطريقه، نعاود نغطيها ونخليها تكمل طياب. ومره مره تندورها، هاد الغطاء تيساعدها باش تطيب في نفس الوقت من التحت ومن الفوق. البخار اللي تيطلع منها هو اللي تيساعدها تزيد طيب حتى من الفوق. دائما نحركوها ونخليوها على نار مهيله باش تطيب مزيان من الداخل تاعها. هي تتحرك، جرات العادة نقدمو الحرشة مزينة على حسب اللي موجود. أنا هنا غادي ندهنها بالمربى تاع مشماش، تنكليكم تدهنوها بالعسل. نعاودو نديرو ليها تذكير ب الكوك اللي درناه فيها داخل. هكذا البنات تنوصلوا لهاد النتيجة، وصفة تاع الحرشة السائلة في المقلاة، سهلة وبسيطة لذيذة في المتناول. تليق الفطور، تليق اللمجة أي الكوتي، وتليق حتى نستقبلوا بها الضيوف تاعنا أو نديوها في الدينا وحنا في زيارة الحباب. دوزو نقطعوها، شوفوها كيفاش جات. بسم الله، غزالة البنات. وحنا تنقطعوها تنحسو بها هشيشة. هانتوما البنات، وصفة رائعة وهشيشة ولذيذة وفي المتناول، اقتصادية فإلى عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليها بالبارتاج واللايك ووضع تعليقات. فهي وصفات سهل تجربة، واللي تهتم بوصفات الروبو ثيرموميكس يدخل صندوق الوصف يشوف رابط قناة غوسيت لطيفة ثيرموميكس، فهي فيها العديد من الوصفات. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.